فضائح أحمد الفيشاوي تتواصل، تيتوس ابن جديد وأزمة مع لينا ووالدتها. يبدو أن ساحات المحاكم سوف تشهد حلقة جديدة ممثلة للفنان أحمد الفيشاوي لمسلسل إثبات النسب، ولكن هذه المرة مع سيدة ألمانية ادعت إنجاب أحمد الفيشاوي طفلا منها مثل ما فعل في السابق مع هند الحناوي. حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورا قالوا أنها لابن الفنان أحمد الفيشاوي ويدعى تيتوس صاحب الثماني سنوات أنجبه من الألمانية دينيس، وأضافوا أن أحمد الفيشاوي يرفض أيضا الاعتراف به والإنفاق عليه مثل ما يحدث مع لينا ابنته من هند الحناوي. وبالتزامن مع تلك الواقعة تزداد العلاقة سوءا بين الفيشاوي وطليقته السابقة هند الحناوي وابنته لينا بعد تسريب الأخيرة محادثة بينها وبين والدها يعترف فيها بأنها لا تستحق الحب الأبوي الذي منحها إياه، وذلك بعد مطالبتها له بمصاريف مدرستها في لندن. وخلال المحادثة بين أحمد الفيشاوي وابنته قال لها إن أسلوبها في الحديث لم يعجبها وأنها لا تستحق حبه لها، ويتمنى أن يحذف كل الذكريات بينهما ويمحي هذه العلاقة تماماً من حياته. وبعد هذه المحادثة خرجت تصريحات من الفنان أحمد الفيشاوي ضد طليقته هند الحناوي تسببت في إثارة الكثير من الجدل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام بيان المحامي الخاص به، والذي أشار خلاله إلى أن هند تتهرب من تنفيذ حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس بعد ضبطها برفقة رجل غريب في حالة سكر. من جانبها نفت هند الحناوي ومحاميها ذلك وقالت ردي على هذا الكلام سيكون في المحكمة، فلن أنحدر إلى هذا المستوى من الحديث، وسوف أقاضي أيضا كل من نشر المعلومة دون أي دليل. وفتحت هند الحناوي النار على أحمد الفيشاوي واتهمته بأنه لم يصرف على ابنته من يوم ولادتها حتى الآن. يذكر أن محكمة الأسرة قد أصدرت السبت 17 أغسطس قراراً بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة شهر، وذلك لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته لينا من طليقته هند الحناوي والمقدرة ب 235,000 جنيه.